اهو يا ستي، عملت لك كوبايه شاي بحليب وشويه بسكوت عشان تفطري. ما كانش في داعي تتعب نفسك يا بابا. ولا تعب ولا اي حاجه. كم معلقه سكر؟ اربعه زي زمان ولا اتغيرتي؟ لا دلوقتي واحده. اتفضلي يا ستي. بصي بقى، انا عايزك تشربي الشاي ده على مهلك خالص كده وتقولي لي ايه الموضوع اللي جابك بدري كده. بابا انت لازم تشيل معايا، انا تعبت. وانا يا حبيبتي مش معترض، اشيل معاكي ومالي. اسر عنده مشاكل كتير وانا خلاص ما بقتش قادره احلها لوحدي. مشاكل؟ مشاكل ايه؟ كف الله الشر. اخرها ضيع شيكات ب 2 مليون جنيه من مكتبه. وازاي الشيكات دي ضاعت؟ مش مهم ضاعوا ازاي، المهم دلوقتي هو قدامه حاجه من الاثنين، يتشطب من النقابه ويخش السجن، يا اما يرجع المبلغ لصاحب الشيكات، يا اما يلاقي الشيكات ويكلم اللي يقول عليه. الكلام ده وصل لطريق مسدود، انا وهو قدرنا نجمع 800 ألف وده اخرنا. انا كمان معايا حوالي 20 ألف جنيه. انا عارف طبعا انهم مبلغ بسيط، بس اهو النوايا تسند الزير. للاسف مش هيسنده. امال هنعمل ايه؟ طيب اسر كان خاطب بنت جايب لها شبكه بنص مليون جنيه، لو الشبكه دي موجوده هتقرب السكه، وده اللي انا جايه لك عشانه. وهي الشبكه دي مع عشق؟ كويس ان انت عارف. ايوه عارف. طب هو اسر ليه ما طلبهاش منه؟ مش هيقدر يطلبها منه عشان ما يزعلهاش، عشان كده انا عايزاك تاخد منها الشبكه دي باي طريقه. ما فيش غير طريقه واحده، انا اطلبها منها عادي كده واحكي لها الحكايه. عشق دي بنت مش سهله، ومش ممكن تفرط في شبكه بالمبلغ ده. انا عارفه، عارفه ان وراها حواديت كتير قوي، وياما طلبت انه يبعد عنها، بس هو زي الاطفال بيعند ومش عارف مصلحته فين. طب بس انت سيبيني اجرب ونشوف هنوصل لغايه فين. منا مالك؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. ايوه يا عم، ايوه. عيب يا بنتي، انا نظرتي ما تخيبش ابدا، الطقم طالع مظبوط قوي عليكي. بجد يا مالك مش عارفه اقول لك ايه، يعني انا كل ما ابص في المرايه بحس اني مش عارفه نفسي. ما تقوليش كده. بقول لك ايه، طالما كده بقى تعالي معايا، انا عندي طقم تاني عايزاكي تقيسي. لا 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 معلش سامحيني، مش هقدر اتاخر على الشغل بجد. مش هاخرك دول خمس دقايق بس، ولا رجعنا للكسوف تاني؟ لا 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 بس يعني كده كتير قوي، وبعدين انا كفايه الحاجات اللي خدتها. بلاش هبل، انا عايزاكي تبقي اشيك محاميه في مصر. يلا بقى بلاش بواخر، يلا. تعالي. بصي. ايه ده؟ ايه رايك؟ معقوله؟ بس لا ده شكله غالي قوي. ما يغلاش عليكي يا روحي، يلا خشي اقسيه في الحمام، عايز اشوفه عليكي. لا مالك انت كده هتحكمي على بقيه لبسي بالاعدام، وانا خايفه اتعود على المستوى ده. ولا يهمك يا ستي، دولابي كله تحت امرك. خشي يلا. طيب يلا. معقوله؟ ايه مالك متردده ليه؟ اصل انا الصراحه جوايا صراع. صراع يا اوفر. اصل انا عايزه اشوفهم عليا، وفي نفس الوقت بقول يعني خايفه اتاخر وكده. ف على فكره انت اللي بتضيعي وقت دلوقتي، كان زمانك دخلتي استيم. ايوه ايوه صح صح. طيب اوكي. كان يلا. ادخل. استاذه ليلى، انا اصريت اجيب نفسي عشان اتكلم معاك. اهلا فوزي بيه. معقوله اول مره تدخل مكتبي تبقى اخر مره؟ هو ده اللي انا جاي عشان اكلمك فيه. اتفضلي. انا عايز اعرف انت ليه مصره على الاستقاله؟ الاستقاله يا فندم هتعفيني وتعفي حضرتك من الحرج. انا جاي النهارده انهي مشواري في الشركه دي بمنتهى الاحترام، زي ما كنت طول عمري. ايوه بس اللي حصل ده انت فعلا مالكيش يد فيه، والناس كلها عارفه كده. بس غلطت، وشغلي في الشركه مش هيخليني اقدم اي حاجه، لان ممكن اكون محل شك، ودي حاجه ما ترضاليش بعد العمر ده كله. بس ده انا ثقتي فيكي زادت بعد اللي حصل. جايز من باب التعاطف، لكن بعد شويه التعاطف هيقل. صدقني انا عملت الصح. مدام دي رغبتك، ربنا يوفقك. بس في كلمة أخيرة،
عايز اقولها لحضرتك، انا اتشرفت بالعمل معاكي، ويا ريت ما تحرمينيش من اتصال من وقت للتاني. انا اللي اتشرفت بالشغل مع سيادتك وفي الشركه هنا. ده ايه رايك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا كده ممكن يموتوا عليا بتهمه انتحال شخصيه مش شخصيتي. بجد حلو عليك يا منى. هو حلو بس انا مش هقدر اخده. نعم؟ هركب ميكروباص ازاي بيه ده؟ لا كده كتير بقى، انت عايزاني اجيب لك عربيه كمان ولا ايه؟ لا مش قصدي يعني، بس من غير بسبسه، الطقم ده هتروحي بيه النهارده الشغل، ولو على موضوع المواصلات ده ما تاخدي تاكسي يعني ما جاتش من يوم، ولا الاستاذ بتاعك ما بيقبضكيش. انت طيبه قوي يا ملك، ساعات بحسك زي الملايكه بجد. مش قوي كده يا منونه، وبعدين هم الاخوات المفروض يعملوا مع بعض كده، ولا انت مش بتعتبري ان احنا اخوات؟ طبعا. انت عارفه يا ملك، ساعات بحس ان لو كان ليا اخت ما كانتش هتبقى اطيب منك معايا. يلا خلينا نرغي بقى وننسى التاخير والشغل. صح صح الشغل. ميرسي يا ملك. على ايه يا حبيبتي؟ طب واللبس يعني اللي انا كنت جايه بيه؟ ما تخافيش مش هاخده تاني اكيد، هرجعهولك مع داد. يلا. طب متشكره قوي بجد. باي باي ملك. باي يا حبيبتي. وعلى راي المثل يا باشا، اللي مالوش كبير يشتري له كبير، وانا جاي اكبرك قبل ما اعمل اي حاجه. اصل لا مؤاخذه يعني دول 4 مليون جنيه مش هسيبهم يطيروا مني مع العصافير. وبعدين؟ ولا قابلين يا باشا، انا جيت لك وانت بقى تحلها بمعرفتك بدل ما اعملها مع عيش. اعملها. اعملها؟ مش فاهم قصدك يا باشا. انت مش جاي تقول لي بدل ما اعملها مع عيش؟ انا بقول لك اعملها. اللي تقدر عليه اعمل. هي مش بنتك التايهة ونفسك تطمن عليها؟ طب ايه؟ مش خايف عليها؟ لا مش خايف. واقول لك على حاجة كمان، انت نصاب وجاي تشتغلني بحدوتة بايخة، وممكن نبلغ البوليس دلوقتي عنك حالا واقول انك جاي تبتزني. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا كنت جاي وعشمان فيك ترد لي حقي. عشمك مش في محله. يعني ايه؟ قلبك مش واكلك على بنتك التايهة وعايز تطمن عليها؟ مش عايز اطمن عليها. طيب انا عارف مكان عيشة. وقتك خلص معايا. مع السلامة يا استاذ هيثم. طب انا استأذن انا يا باشا بقى عشان عندي معاد. عايزني ازاي اتعامل معاك عادي بالبساطة دي؟ دي اختي يا مازن. ايه ما عنديش دم؟ انا لو ماليش خير في اختي مش هيبقى ليا خير فيك. طب احنا لما نتعامل مع بعض عادي يا دعاء يبقى انت مالكيش خير في اختك؟ انت ايه دماغك دي؟ يا ستي مش انا جبت لك اللي انت طلبتيه؟ خلاص بقى اخص عليك يا مازن. انت متخيل انا ممكن اكون جيت معاك هنا علشان خاطر الهديه اللي انت جبتها لي؟ انا رجعت لك عشان بحبك وما اقدرش استغنى عنك يا حبيبتي. ما انت كمان عارفه قد ايه انا بحبك. لو بتحبني بجد يبقى نمشي من هنا. نمشي نروح فين يا دعاء؟ ناخد اي فيلا تانية. نعيش لوحدنا من غير باباك ومامتك عشان خاطر يا مازن. انا خلاص ما بقتش قادره ابص في وش مامتك تاني بعد اللي عملته مع اختي. انت تقدر تتعامل معايا لو انا عملت كده في ملك اختك؟ لا طبعا. دعاء انت عارفه كويس ان ماما ما قصدتش اللي حصل. تقصد او ما تقصدش، المهم النتيجه في الاخر. لولا فين دلوقتي؟ بيته وسط مين؟ طيب يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله اول ما يبقى معانا فلوس هنشوف موضوع البيت. ممكن بقى لغايه ما ده يحصل نستحمل شويه ونعرف نتعامل هنا. خلاص على الاقل بقى تجيب لي اوضه فيها حمام. ما انا ما ينفعش كل ما اطلع اروح الحمام الاقي مامتك في وشي مش عارفه اتعامل. حمام ايه يا دعاء؟ ما فيش غير اوضه بابا وماما وملك اللي فيهم حمام، انا اعمل ايه بقى؟ اكيد مش هقول لك اوضه مامتك، بس ممكن اوضه ملك. انت مجنونه؟ ده عايز انا اخرج اختي من اوضتها عشان انا اقعد فيها؟ اكيد يعني ملك مش هترفض لك طلب زي ده. مش عارف ملك مرتبطه قوي باوضتها، صعبه قوي يا دعاء. دي تضحيه صغيره هتعملها عشان خاطر اخوها. والله انت هتجنني معاكي، يعني احنا بعد ما وضبنا الاوضه هنسيبها ونمشي؟ انت مش عايز تسيب الاوضه ولا خايف تفتح ملك في الموضوع ده او مكسوف منها؟ لا يا شيخ، ما انت عارفه ان انا ما بخافش ودماغي رايحه مني اساسا. خلاص يا سيدي سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف. ماشي. بقول لك يا دعاء، بما ان احنا ناويين نسيب الاوضه يعني مش حابه يعني نديها فرصه اخيره؟ انا بحبك قوي يا مازن. دخان تقيل اسود مالي المكتب كله، عمال يخش من تحت عقد الباب ومن الشباك، واسري حبيبي عمال يتكلم ويضحك مش حاسس بيه، وانا شايفه الدخان بس مش قادره اقوله لغايه ما الدخان ملى المكتب كله. ما بقتش شايفه آسر، انا صحيت مرعوبه.
وحلم غريب فعلا. ولو ان انا يعني ماليش في تفسير الاحلام، بس الحلم ده بيدل انك حاسه ان اسر في مشكله. هو اسر عنده مشكله؟ ماله اسر يا عم صبري؟ اسر اتسرق من مكتبه شيكات ب 2 مليون جنيه. يا نهار اسود، انا من ساعه ما شفت الحلم ده وانا قلبي مقبوط. طب وازاي شيكات بالمبلغ ده تتسرق من عنده؟ مين اللي ممكن يكون عمل فيه كده؟ مش ده المهم. المهم ان اسر لازم يسدد قيمه الشيكات دي لصاحب الشيكات. ايوه بس ده مبلغ كبير قوي. وبعدين اسر طول عمر الناس اللي عنده في المكتب كويسين، عمر ما حاجه زي دي حصلت. هي حصلت، هنعمل ايه؟ طب هو هيسدد المبلغ ده كله ازاي؟ مفيش غير اننا ندبر المبلغ ده، والا حياته هتتدمر ومستقبله هيضيع. عشان كده جيت لك عشان تقفي جنبه وتساعديه. ايش؟ هو اسر كان جاب لك شبكه بمبلغ كبير مش كده؟ اه، دي تعمل لها تقريبا نص مليون جنيه. لو انت بتحبيه بجد يبقى لازم تقفي جنبه. انت عارفه الظروف، انت ممكن تديله الشبكه دي. اه طبعا، يا ريتني جبتها معايا. صباح الخير. صباح النور يا منى، انت قاعده كده ليه؟ حضرتك خدت مني المفاتيح فكنت مستنيه المكتب يفتح يعني. ايوه انا عارف ان انا اخدت منك المفاتيح، بس القعده شكلها مش حلو. انا اسفه حضرتك، مش هعمل كده تاني. اسفه دي بقى هتعمل لي ايه في المشاكل اللي انت حطيتيني فيها؟ اسفه دي تقوليها لما تدوسي على رجلي بالغلط، لما تتاخري على المكتب، مش لما تضيعي شيكات ب 2 مليون جنيه. والله ما ضيعت حاجه، والله انا منى. ما هو يا انت ضيعتيهم يا انا ضيعتهم. خلاص يا استاذ ياسر، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. بصراحه ما تقوليش اي حاجه، لان اي حاجه هتقوليها هتستفزني. يعني حضرتك متخيل ان انا مثلا خدتهم؟ عارف انك ما اخدتهمش، لان لو شاكك 1% كان زماني مبلغ عنك، بس عارف برضو ان ده اهمال. وان البساطه اللي انا اتعاملت معاكي بيها خلاكي تفكري انك اكبر من امكانياتك. استاذ ياسر انا ممكن امشي على فكره. يا سلام، تمشي كده والموضوع يبقى خلص خلاص؟ انت هتقعدي لغايه ما نشوف الموضوع هيوصل لفين. ايوه بابا، والله لسه داخل المكتب حالا اهو. حاضر، مسافه السكه وابقى عندك. وانا مستنيك حبيبي، يلا مع السلامه. أنا خايفة نكون غلطنا إن إحنا كلمناه. بالعكس، أنت كنت صح، المنطقة هنا مش أمان قوي، والصح إنه يروح معاكي وأنت بتجيبيها. بس أنا خايفة يتكسف وما يرضاش ياخد مني الشبكة. يتكسف من إيه؟ ده مستقبله كله. أسر نفسه عزيزة قوي، أنا عارفاه. لا سيبي أسر ده عليا أنا. بس بصراحة بقى، أنا ما كنتش متخيل إنك هترجع الشبكة بالسهولة دي. واضح إن فريدة بنتي كانت ظلماكي. دكتورة فريدة مش عارفة اللي بيني وبيني. اللي بيني وبين أسر أكبر من الفلوس بكتير قوي. سامحني يعني يا عم صبري، هي ما تعرفش يعني إيه حب. الدرجة دي بتحبيها عشق؟ في الموضوع ده هي مش حكاية حب وبس. الشبكة دي بتاعت أسر أصلاً، وأنا ما كنتش عايزة أخدها، هو اللي صمم إنها تفضل معايا، ده أنا حتى ما لبستهاش من يوميها. ما عندكيش فكرة أنا فرحان بيكي قد إيه. بيتي يا ابو البول، كنت فين يا بنت لغايه دلوقتي؟ هكون فين يعني؟ في دريم بارك، كنت عند زبون. وايه اللي خلاك تغيبي عنده لغايه دلوقتي؟ البنت الشاطره تخلص شغلها وتنزل جري على بيتها، الواحده ما ترتاحش غير في سريرها. عينيها غفلت والتعب حل عليا، اعمل ايه يعني؟ يا بنت افهمي، بياتك ونومك عند الزبون يخليكي تتقفشي. اسمعي كلامي يا ابو البوله، يا بنت لا تروحي في داهيه. ماشي يا اختي، عاوزه حاجه تاني؟ اه يا عين امك، فين يا بنت الفلوس اللي خدتيها من الزبون؟ هي يا اختي فسحي بقى عشان عاوزه انام. نوم العافيه يا حبيبتي. يا لهوي عزه، عزه انت يا بنت ردي، بنتي يا عزه. يخرب بيتك يا لهوي، ام عزه يا ام عزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأنسة منا؟ أيوه أنا يا فندم. هو المتر آسر مش موجود؟ آه الحقيقة هو مش موجود، بس أنا موجود، ممكن آخد حضرتك تفاصيل أي قضية. عموما أنا مش جاي عشانك، أنا جاي عشانك أنتِ. أنا؟ ده أنتِ صغيرة قوي، بس واضح إن الجيل ده عارف سكته بدري بدري. الحقيقة أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه. أنا الحاج محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا عاجبني دماغك قوي، حد غيرك كان قال نتقابل في حتة من الدارية، بس هو الصح كده الواحد يستخبى جوه الاسم. حضرتك انا مش فاهمه تقصد ايه،
ممكن توضح اكتر من فضلك؟ اوضح لك. ادي النص مليون جنيه، في اكتر من كده توضيح؟ حلو قوي قوي قوي، ده الموضوع طلع صح بقى. في ايه؟ اوعى يا بنت اسمع صوتك، سامع؟ ازيك يا حاج محمود؟ الله الله، ده كمين ومتدبر بقى يا حاج ولا ايه؟ كمين يا حراميه يا نور، انت فاكرني تغفى يا محمود؟ عايز تستغفلني انت والمتر النصاب بتاعك ده؟ لا، ده انا كتفكم من رجليكم وايديكم انتوا الاثنين وفي بوكسو على الاسم على طول. فين الشيكات يا محمود؟ عيب الكلام ده يا حاج صالح، انا ماليش في الشمال. وبعدين انا كنت هاخد منها الشيكات وكنت هدفع لك. تدفع لي؟ اذا كان انت مش عايز تدفع لي والشيكات معايا، هتدفع لي والشيكات معاك. والله والله كنت هدفع لك بس على مهل شويه. فين الشيكات يا بنت انت؟ والله العظيم ما اعرف عنهم حاجه. كده؟ خش شوف. كده يا حاج حلو قوي، هما دول ما تعرفيش عنهم حاجه؟ ده انت يومك اسود انت والمتر بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي الاول؟ انت زعلان من عم صبري انه قال لي ان عندك مشكله؟ لو ما كناش انا وهو نساعدك مين اللي هيساعدك يعني؟ يا عيش الشبكه دي بتاعتك، انا هعرف احل مشاكلي بنفسي. منين يا ابني؟ ما هي فريده قايله لي على كل حاجه. اسال انت هتاخد الشبكه يعني هتاخد الشبكه؟ انتوا الاثنين حاسبينها غلط. حتى لو اخدت الشبكه وبعتها تمنها مش هيجيب الفلوس اللي المفروض تدفع. المبلغ اللي جمعته انت وفريده زائد تمن الشبكه ممكن يسكتوا الراجل، خصوصا انه ما كانش هيطول الفلوس دي، الباقي بقى يبقى يقسطوا عليه. انا كلمت واحد صاحبي في البنك عشان يديني قرض بضمان الشقه والمكتب، خلاص هو ماشي في الاجراءات. اسال انت ليه مش عايزني اساعدك؟ انت مش في يوم من الايام ساعدتني وقفت جنبي، ليه مش عايز تديني الفرصه دي؟ يا عيش يا عيش، الشبكه دي هديه مني ليكي، انا مش هينفع اخدها، الكلام انتهى خلاص. شاهد يا عم صبري، شاهد، مش عايزني اساعده. انا رايح اجيب الشبكه يا اسر، وهتاخدها يعني هتاخدها. يا عيش يا عيش استنى استنى يا آسر يا ابني عشان خاطري سيبها تساعدك. يا بابا افهمني، عشق ملهاش حد في الدنيا، يعني الشبكة وجودها معاها هيطمنها، أنا ما ينفعش أخدها خلاص. لما تخلص الأزمة اللي أنت فيها دي يبقى هتلاقي غيرها يا أخي، إنما دلوقتي سيبها تساعدك. يا ريت ما تعاملنيش إن أنا طفل صغير وتعمل حاجات من ورايا، بلاش بقى طريق فريدة دي. والله ما قصدي، أنا خايف عليك زي ما عشق وفريدة خايفين عليك، بس كل واحد فينا بيخاف عليك بطريقته. ايوه منه. ايه؟ طب اهدي اهدي، انا جاي لك. سلام. في ايه يا ابني؟ وشك تقلب كده ليه؟ في حاجه؟ الراجل صاحب الشركات جه المكتب وبيتخانق مع مني، انا لازم امشي حالي. انا هجيب الجاكيت واحصلك. صارحني يا دكتور، البنت عزه هتعيش؟ هتعيش يا بنتي وهتبقى زي الفل، هي بس الحبوب اللي خدتها عملت لها تهتك في جدار المعده، بس هتبقى كويس. يعني هي بطنها باظت مش هتشتغل تاني؟ مين اللي قال كده يا بنتي؟ احنا هنعمل لها عمليه كي حالا دلوقتي نوقف النزيف، بس انت اهم حاجه تروحي للحسابات تدفعي 3000 جنيه. طب بص حضرتك، انا دول كل اللي معايا. بس يا بنتي انت بتعملي، انا ما باخدش فلوس. يا بيه انا ما اعرفش حد غيرك هنا، حضرتك خدهم وتصرف، المهم عزه تبقى كويسه. عزه هتبقى كويسه وزي الفل، بس انت المهم دلوقتي تروحي تجمعي الفلوس دي عشان تدفعيها، لانك لو ما دفعتهاش هيبقى في مشكله كبيره. لا لا، انا اجيبهم من تحت تقطيع الارض على عيني. حاضر. طيب اول ما تجيبيهم انزلي الدور الاولاني تدفعي الفلوس وتجيبي ايصال، فاهمه؟ اه فاهمه. ماشي ماشي. عزه عزه بنتي عزه، ما تخافيش يا بنت، ما تخافيش، هتبقي كويسه. انا هروح اتصرف الفلوس واجيلك. بنتي عزه شدي حيلك، خلي بالك منها والنبي يا بيه، والنبي خلي بالكم منها. بنت انا هجيب الفلوس وهاجي، ما تخافيش، مش هسيبك يا عزه، مش هسيبك. بالراحه عليها، بالراحه عليها والنبي. يا رب استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب. لا لا مش هدخل، مش هدخل، استرها معانا يا رب. في يا استاذ صالح؟ وادي كمان شيخ المنصر وصل. اقعد اخويا جنب البيت بتاعتك. ما يصحش كده يا صالح بيه. انت بتسمم عليا انا ولا ايه؟ بقى تبيعني لعدوي وعايزني اطبطب عليك؟ اقعد. واضح ان في سوء تفاهم. في يا منى؟ ها يا اخويا اسال منى اسال. ولا اقول لك اسالها لك انا. الشيكات بتاعتي اللي انت قلت انها ضاعت، مش طلعناها من شنطتك؟ اه بس والله العظيم ما اعرف ايه اللي جابهم في الشنطه. ما اتصلتيش بالحاج محمود وطلبت منه نص مليون جنيه؟ والله العظيم ما حصل. حصل، امال انا هنا ليه؟ اقسم بالله انا ما اعرفش اي حاجه عن الحكايه دي. انا يا منى؟ انا تعملي معايا كده؟ بره بره. استني عندك، دي لازم تروح السجن وانت معاها وفي كلبش واحد.
ده انت اللي بترسم وتخطط وهي اللي بتنافس. ما تصلوا على النبي يا اخوانا امال. عليه الصلاه والسلام. في ايه يا حاج؟ ده على راي المثل، اذا كان اللي بيتكلم اهبل يكون المستمع عاقل. يعني هيبقى هو اللي بيخطط ويسيب عيله زي دي هي اللي تخلص؟ ما كان خلص هو. مستخبي وراها، مش عايز يطرطش نفسه. طب لما هو مش عايز يطرطش، ايه اللي جابه لغايه هنا وجايبني وراه؟ الحاج كلامه عين العقل. انا ما بقاش في عقل اسمع اي كلام. يا اخوانا انتوا عايزين تحلوا ولا عايزين تعقدوا؟ عايزين نحل، والمطلوب مني انا اعمله. خلاص يبقى نحل بقى وكل المصالح تمشي. ومين عارف يا حاج، مش يمكن ربنا عامل الحكايه دي عشان حقك يرجع لك. اسمع الاول، واذا عجبني الكلام اشتري، ما عجبنيش الاسم بقى هو اللي يحل. قبل اي كلام، البنت دي لازم تطلع بره. طب انا ايه اللي ضمني ان انت مش عايز تزوغها؟ في ايه يا حاج؟ ما احنا معاك اهو، هو احنا سيبناك وجرينا؟ ولا يعني هو هيمشي البيت ويلبسها هو؟ خلاص سيبوها تغور في ده. وجت الاسعاف شالتها ونزلت معاها بلبله. تعبت يا وليه؟ بتشوفوا كل ده بيحصل وتفضلي ساكته؟ كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبها تموت هنا وتجيب لنا مصيبه؟ هي تغور بعيد عننا احسن. ام عزت، ام عزت. ايه يا بنت؟ البنت ماتت؟ بعد الشهر البنت في المستشفى. اديني 2000 جنيه بسرعه. 2000 ايه؟ منين يا روح امك؟ استاذ هيفا، اديني 2000 جنيه من فلوسي ولا من فلوس البنت عزه اللي معاكم؟ معيش كاش دلوقتي للاسف. يعني ايه؟ المستشفى ترمي البنت بره لو ما دفعتش الفلوس؟ لا ما تقلقيش، انا هتصرف مع المستشفى. هتصرف تعمل ايه؟ ترى يا بنت مالك؟ انت هتحاسبيني ولا ايه؟ براحتك يا بلبله، واموريني عايزه ايه؟ عايزه 2000 جنيه بس كده؟ هتضربيني عشان 2000 جنيه بس؟ انا امسكي. اتفضل يا صالح بيه، النص مليون جنيه ده بتاعك. وبقيت حقي، ما هو مش معقول تضحك عليا بالربع وتضيع عليا التلات ارباع. والشيكات بتاعت اللي ب2 مليون كده هتعور انا يا حاج. ان الله مع الصابرين يا اخوانا، يا اخوانا واحده واحده. دفتر شيكاتك معاك يا حاج محمود؟ ايوه معايا. بس ما فيش بس ولا حاجه، انت هتكتب شيكين، الشيك ب750. موافق، بس على 6 شهور، ده اللي اقدر عليه. الاثنين الشهر ده انا صبرت عليك كتير قوي. طب نقول كلمه الحق. قول يا حاج، بصراحه انت من ساعه ما اتكلمت وانت ما بتقولش غير الحق. ربنا يخليك. بص يا حاج محمود، انت هتكتب الشيكين، شيك بتاريخ الشهر اللي جاي والشيك التاني بتاريخ الشهر اللي بعده. هو عشان سجلك بكلمتين هتيجي عليا ولا ايه يا حاج؟ لا ده كتير قوي بقى. وبضاعتي اللي في كرشك مش كتير؟ ايه الكلام ده، ملوش اي لازمه يا اخوانا، احنا كده بنولعها من الاول، احنا عايزين نحلها بهوات. خلاص اتفضل، ادي الشيكين القدام. تمام، وادي الشيكين الجداد. اتفضلوا يا بهوات، بتهيألي كده الكل مرضي الحمد لله. الحمد لله. بصراحة متر، أبوك ده راجل ورع من العقل. شكرين قوي يا حاج. لا أبدا، لا شكر على واجب. انت عملت حاجه تزعل؟ معلش ما تزعليش مني، ده دم ابني، مش عايزه حد يدخل بيني وبينه. ماشي، انا هطلع لعم صبري وبعد كده لينا قعد. لا صبري نزل مع اسر. تعالي اقعدي معايا لحد ما يرجع. تعالي. طب وهم خرجوا بقالهم كتير؟ لا يا حبيبتي، دول بقالهم يجي تقريبا كده نص ساعه ساعه الا ربع. السلام عليكم. وعليكم. ايه يا بنتي يا لهوي اللي في وشك ده؟ مش مهم، فين عم صبري؟ انا عاوزه اهدره. خرج، تعالي اقعدي بس على بال ما. حاضر حاضر. يا لهوي خرج، راح فين؟ انا مستعجله. يا لهوي، استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب. هو انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ صاحبك يا اختي. صاحبي مين؟ هيثم؟ هيثم هو اللي عمل فيكي كده؟ ايوه، طلبت منه فلوس عشان البنت عزه في المستشفى، قام مديني في وشي. اما راجل ناقص صحيح. طب وهي عزه مالها؟ سلامتها. ما انا بقول لك في المستشفى بين الحياه والموت على 2000 جنيه. وانت كنت جايه لعم صبري عشان كده؟ ايوه. طب قومي.
كوني تعالي وديني عندها، انا معايا فلوس. والنبي صحيح؟ ايوه. طب يلا يلا. اكيد ما دورتيش في شنطتك كويس. يا ماما الشيكات كانت على وش الشنطه، يعني في حد حاططهم لي بايده فيها. باكي كنت سايبه شنطتك مفتوحه وحد من زمايلك سهاكي وعملها فيك. وانا يعني مطلوب مني افضل ماشيه بالشنطه طول اليوم في المكتب؟ احمدي ربنا واشكري فضله انها جت لحد كده. احنا يا بنتي عاملين زي اللي عايشين في بيت من ازاز، اقل طوبه بتكشف سترنا. بس انا زعلانه عشان الاستاذ قاسر دلوقتي شايفني حراميه وخاينه للامانه. انت مش خلاص اتقطع عيشك من هناك؟ ما بقتش تفرق، يفتكر زي ما يفتكر. ولا انت معشمه نفسك بحاجه تانية؟ لا طبعا، بس انا كنت حاسه انها فرصه كويسه ان انا اتعلم، وكنت حاسه ان مستقبلي ابتدى بطريقه صح. حبيبتي قضى اخف من قضى، المهم ان هو ما بلغش عنك البوليس. كان زمانك بتتبهدلي واحنا بنتبهدل وراكي. يا ربي طب انا ليه يحصل فيا كل ده؟ يعني انا عمري ما قصرت في شغلي في حاجه، انا بجد حاسه اني اتظلمت. حبيبتي لازم تعرفي ان الدنيا دي قايمه على الظلم، مع ناس ما غلطتش واتاخدوا الجراير غيرهم، وياما ناس الدنيا قفلت في وشهم مبقاش قدامها ولا الغلط. بس انا صعبانه علي نفسي قوي. يا عبيطه، الصعبانيه باب من ابواب الناس اللي مش عايزه تعمل حاجه. بني ادم الصح يتخبط ويقوم يكمل مشواره. انت عايزاني اتوجع وما اقولش اي؟ الاهم من قولت اي انك تتعلمي انك تاخدي بالك وما تتصرفيش على طبيعتك. يا بنتي الدنيا دي مليانه ناس ما وراهاش غير الاذيه. طب وليه حد ياذيني وانا ما اذيتوش؟ هيستفيد ايه يعني؟ انت ياما هتشوفي في الدنيا دي، والمثل بيقول حرس ولا تخونش. كفايه بقى، قومي اغسلي وشك، ولازم تعرفي ان ربنا اسمه العدل، قادر ربنا ياخد لك حقك من اللي عمل فيكي كده. وانتوا ايه اللي مصبركوا على العيشه السودا دي؟ قله الحيله يا اختي، احنا ولايه ملناش حد، كل واحده فينا سابت بيتها مفكره انها بتهرب من العذاب، متعرفش ان العذاب مستنيها هنا. بقول لك ايه؟ سيبك من الكلام الخيب اللي بتقوليه ده، انا لو مكانكوا خلاص منه، ويا روح ما بعدك روح. يا دكتور انا دفعت الفلوس والوصل اهو. وهي بقت كويسه الحمد لله، اطمني. امال ما خرجتش ليه؟ نص ساعة في الإفاقة وتخرج بسلامة إن شاء الله. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يعافيك من كل رعد. لا يخلي لك عيالك ما تنضر فيهم أبدا قادر يا كريم. قلت إيه؟ فيه؟ يو صلي قلتهولك. يا لهوي، لا هو أنت بتتكلمي جد؟ أمال بهزر. بقول لك إيه، مش عاجبك الكلام خلاص، خليكي قاعدة في الهم ده لغاية ما تلاقي نفسك زي عزة ومحدش يلحقك. سلام. ليلى هانم يقدر يلاقي امه بالله. ايوه راجل، واحد بره طالب يقابل حضرتك. حد نعرفه؟ اول مره اشوف. طيب حضر له حاجه يشربها وانا هشوف عايز ايه. حاضر يا فندم، اتفضلي. بسم الله ما شاء الله. صحيح العز بيعز اصحابه يا فندم. قصدي ان حضرتك لسه زي القمر. نعم قصدي يعني ان وش حضرتك سمح والطيبة بتبظ من عينيكي. حضرتك مين وعاوز ايه بالظبط؟ انا هيثم اللبان، الراجل اللي بنت حضرتك ضحكت عليه وخدت شقه عمره ومشيت. انا واقف عرضك يا ست هانم، ترجعي لي فلوسي. اتفضل استريح وفهمني الموضوع. ملك اخذت منك فلوس ليه؟ لا مش ملك، عشق. عشق؟ بنتي عشق؟ انت شفتها؟ انا هحكي لحضرتك على كل حاجه، بس بشرط تضمنيني حقي. بنت حضرتك بعتت العتبة الخضرة. حضرتك بتهزر؟ يا ريتو كان هزار، ده انا اتضحك عليا اسخن من اسماعيل ياسين. بنت حضرتك بعت لي فيلا في شارع الهرم، قالت انها بتاعتها، وهو هبقت ب 4 مليون جنيه العربون وسابتني كده. ابوس رجلك يا ست هانم ترجع فلوسي، ده شقى ابويا وورث عيالي. مساء الخير. عشقي.